المقدم حسين بن وبران الحبابي الله يذكره بالخير، واحنا علانا تذكرت انا والده الشيخ البطل المجاهد وبران الحبابي الله يمسيه بالخير، ممن اصيبوا في معركة تحرير الحرم المكي في عام 1400، والى هذه اللحظة شوف احنا الان في عام 1445 والرجل لا يزال طريح الفراش في مستشفى الرحاب في الطائف جراء الإصابة اللي يصيب فيها، يصيب بطلق ناري في ظهره مما نتج عنه أنه أقعد تماما، وهو إلى هذا اليوم يعني مقعد. ولكن أنا من الناس اللي زاروه، فإذا جيته تحس بأن هذا بطل اللي أمامك، ما يحسك أنه مصاب أو أنه مقعد 45 عام، يحسسك انه بطل ويحسسك بالفخر. فعلى ما قال ولد البطل يجي بطل.